شارك جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين الأسبوع الماضي إحياء ذكرى ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة زار جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبد الله ضريح المغفور له، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح. ولدى وصول جلالة الملك إلى الضريح استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً رعاية جلالة الملك حفل تخريج الفوج التاسع من ضباط الكلية العسكرية الملكية. كما استهل جلالة الملك يومه صباح الثلاثاء الماضي بمشاركة إخوانه في إحدى التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الرياضة الصباحية. صاروا مع الفطور يلا. وفي إطار الدعم للمنتخب الوطني لكرة القدم، شارك جلالة الملك جماهير الوطن من أبناء وبنات شعبه الأردني متابعة وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مباراته مع منتخب جمهورية الأوروغواي على استاد عمان الدولي، وذلك ضمن الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014. هذه اللحظة قائد مسيرة المال.